عن انا قعدت ادور افكر منو اللي صارت باقي لها شويتين وتمشي على طريق رانيا يوسف. منو عندنا قامت رايحة على طريق رانيا يوسف. اي شوق الهادي، شوق الهادي أطلت في صورة فظيعة. الله والله يا شوق، وليش كان يعني، بس أنا عجبتيني البنطلون هذا. هذا متأكدة عنه يعني شوق دافعة فيه فلوس من فوق لتحت للوسط، والله أكبر. عجيب عجيب يعني، زين عقل يعني فوق متستر. ترى بس باقي لك 3 أيام راح تدشين مرحلة رانيا يوسف، عندي إحساس كذي حتكوني المنافسة مالتها في الكويت والخليج والدول المجاورة. يعني أنا ما أدري ليش، هو أنتوا فاهمين إن الفاشن لازم شنو يكون؟ لازم يكون في عري. يا مكثر الفنانات اللي متسترات وأنيقات، ولا هو لازم يعني عشان تحسون ان انتم شباب لازم افصخ او خفف او البس مشقق او 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 الله، بعد شو نسوي؟ يلا الواحد يعيش ويشوف اشياء غير